مبادره مزيانه، غير هي بواحد الناحيه مزيانه، من واحد الناحيه اخرى لا. بالنسبه للناس اللي جايين من الاول فهنا من الزوبير، ما كاينش المارشي في الزوبير ولا هنا الحاج فاتح، ما كيخليهمش يدخلوا، فهمتيني؟ هي مبادره مزيانه، متفق معاك، يديروا هي من الاحسن اللي كانوا يديروها من الاول ديال رمضان مشيت للاخر، فهمتيني؟ هي مبادره مزيانه، وكنت نتمنى الله سبحانه وتعالى البلاء ترفع من هذا البلاء، وكنقول للناس يبقوا في دورهم، حيت هاد العشر الاواخر خرجوا الناس بزاف. انا من واحد الناحيه وخايب من واحد الناحيه. خرجوا هاد العشر ايام الاخرى مع مع العشر ايام الاخرى جاي العيد، هي ما يزيروش بزاف، يعني اللي عنده ورقه يدخل. بالنسبه لهاد البادره راه مزيانه، كنشكروا السلطات والامنيه والسلطات، وكنتمنوا ان شاء الله ينحي يرفع لنا البلاء ان شاء الله. بالنسبه للتجار مضروني شويه، قلت انا بالنسبه للناس غير يخليو الناس يدخلوا، ولكن يخليو يدخلوا داكشي الدريجي، حيت بالنسبه للاسواق بحال بلا ما نسمي الاسواق الكبرى كيخليهم يدخلوا، وهنا ما خصهمش يديروا القضيه، فهمتيني؟ ما يديروش الفرزيات، فهمتيني؟ يخليو الناس يدخلوا، وين يدخلوا يعني شويه باش تدريجيا، يعني كل مره يخلي يدخلوا شويه باش حتى ما يكونش الاكتداد بزاف لداخل، باش ما يكونش شويه المارشي عامر بزاف، داكشي علاش. على خير، اللهم لك الحمد، حنا في دارنا وتا خير ما خصنا، والناس الله يهديهم. هادشي اللي كيديروا هاد الناس هادو راه غير منطقي، وما تيحبوش خير هاد البلاد اصلا، غير اللي كيخرج وكيدير الزحام في الزنقه ما تيبغيش خير لبلادو وما تيبغيش خير لوطنه. الله يجزيك بخير. انا كنقول لهاد الناس هادو الله يهديهم ويشدوا ديورهم ويصبروا واحد الشهر ولا 15 يوم، والله تبارك وتعالى غيفرجها فرج كبير في هاد البلاد، والحمد لله رب العالمين اللي حنا في هذه البلاد، اللي حنا في هذه البلاد الحمد لله رب العالمين، الناس حاسدين عليها والناس حقوا لنا، والناس الحمد لله رب العالمين ما خصهم حتى خير هنا، غير اللي بغى يدير شي حوايج اللي ماشي هي، الله يهديهم، الله ينصر سيدنا. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد، وكنتمنى هذا الشهر ان شاء الله يدوز بالصحه والسلامه وحيد عنا هذا الوباء، وكنترحموا على جميع الارواح اللي توفوا بهذا المرض هذا، وجميع الاموات المسلمين في هذا الشهر ديال الغفران. اي فيما يخص هذه المبادره الممتازه اللي دارت السلطه المحليه بمنطقه الحي الحسني، يعني تبارك الله بالتنسيق مع الامن الوطني، يعني واحد المبادره جد ايجابيه. داروا واحد الحجز بالنسبه للاسواق كلهم التراب ديال الحي الحسني، على اساس باش اللي عنده الورقه ديالو وساكن هنا غادي يتقدى، واللي ما عندوش الورقه ما عندوش اللي جاي يبقى يدور. يعني كاينه مبادره ممتازه، يعني اول مره كنشوف هذا، وكنشكروا السلطه المحليه على هذا العمل اللي قاموا به دابا، لان بالتنسيق مع الامن الوطني، وانتم كتشوفوا يعني داك الشيء خوا، وكاين واحد كاينه واحد المبادره جد ايجابيه، اللي عنده الورقه راه كيجي يتقدى، واللي ما عندوش ورقه ما عندوش اللي جاي يبقى يدور في الزنقه، وهذا الشيء كيفرح الحمد لله، لا كيفرح داكشي غادي كي يفرح المواطنين. انتم كتشوفوا دابا الطريقه ديال الانشغال، اعوان السلطه، المجتمع المدني، الامن الوطني، يعني كلهم غاديين في واحد الاتجاه اللي هو جد ايجابي. ورمضان مبارك سعيد، ونتمنوا هذا الشهر يدوز على خير وبخير، والسلام عليكم.